على بركة الله نبدأ هذا اللقاء برسالة السائل من الجزائر قرية بوعيش. السائل يقول في سؤاله الأول لفضيلة الشيخ: ما الفرق بين الشرك والكفر؟ وجهونا في ضوء هذا السؤال. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين. أما بعد، بين الشرك والكفر عموم وخصوص كما يقول أهل العلم، فالكفر أعم من الشرك، فإن كل مشرك كافر وليس كل كافر مشركا، لأن الكفر يطلق على الشرك ويطلق على الإلحاد، يطلق على الذي يؤمن بالله ويشرك معه غيره في العبادة، ويطلق على من يجحد وجود الله سبحانه وتعالى. وأما الشرك فإنه لا يطلق إلا على من يقر بوجود الله عز وجل ويقر بربوبية الله لكنه يعبد معه غيره. الكافر أعم من المشرك. نعم.